بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم في اخر فيديو على الرياكتور على باقي الحاجات اللي ما اتكلمناش عليها. هنبدأ بأول حاجة هي الروب، ان انا عايز اعمل الحبل ببساطة كده. تعالى ناخد مثال على الموضوع. تعالى كده المفروض نعمل بوكس. تعالى مثلا نعمل سفير مثلا، طيب زي مثلا انا عايز اربط الـ البوكس ده، اخليه جسم ثابت والسفير دي مربوطه بحبل بالبوكس وبتقع. فببساطه الاثنين دول هيبقوا ريجيد بودي، وهخلي البوكس بتاعي ده الماس بتاعته بزيرو عشان يفضل ثابت، اما السفير فخلي لها كتله واحد مثلا يعني. وتعالى نرسم الحبل بتاعنا. الحبل بتاعك المفروض بيكون شيب، نرسم لاين. تمام، اللاين بتاعك اهو، نرسمه بأي شكل يعني. مبدئيا نخليه بس يبقى مخترق الكورة عشان هو المفروض هيمسكها. مثلا حاجة بالمنظر ده، هنرفعه لفوق كده بس عشان يبقى ماسك في الجسمين. تمام، وهنلاقي ان الجزء اللاين بتاعي ده لما اجي افتح كده هلاقي ان السيجما الفيرتيز بتوعه هم عباره عن فيرتكس دي والفيرتكس دي. لكن انا في الحقيقه عشان يبقى في حبل فيبقى في حركه في الحبل ده او في الخط ده، فلازم يبقى في كذا فيرتكس. فهمسك السيجمنت اللي في النص دي وهاجي هلاقي ان عندي حاجه اسمها ديفايد واقسمها ل 20 سيجمنت، فيبقى كده عندي 20 سيجمنت. كل سيجمنت من دول تقدر تعمل حركه فيبقى السيميليشن بتاعي اظرف. تمام، كل انا محتاجه ان انا بضيف موديفاير روم موديفاير، ممكن اضيفه من هنا او من الموديفاير ليست، فهضيفه على الجسم بتاعي. وطبعا دي هالكوليكشن خاص بيها اللي هو الروب كوليكشن، والروب كوليكشن اوتوماتيك. انا كنت ماسك الحبل او الخط ده او اللاين بتاعي، فهو اوتوماتيك هيحط في الكوليكشن بتاعه. كل اللي موجود في الكوليكشن ده انا اقدر اعمل بيك واد وديليت، واقدر اعمل ديسيبلد، واقدر ازود الانترنال ستيب بحيث ان هو السيميليشن يبقى اقوى، بس في نفس الوقت كل ما هتزيد الانترنال ستيبس كل ما هيبقى اتقل معاك. نمسك بقى اللاين بتاعي وهنلاقي البارامترز بتاعتي كلها مش هتتاخد من الـ من البروبرتي اديتور، هتتاخد من الموديفاير نفسه. الكتله بتاعت الحبل قد ايه، ممكن نخليها واحد مثلا، 1 كيلو جرام. الثيكنس السمك بتاعها قد ايه، الفريكشن الاير ريزيستنس نخليها بواحد مثلا. السبرينج ان هو يتمط، الستيفنس بتاعته قد ايه، الدامبنج، الويفز يعمل كام ويف. ممكن اعمل تشيك على كيب شيب فهو يحاول يحافظ على شكل لو انا كنت راسمه بشكل معين. افويد سيلف انترسكشن بحيث ان هو ما يتقاطعش مع نفسه. وطبعا نفس الكلام الجزء بتاع الكونسترين اللي كان موجود في الكلوزز والسوفت بودي. فهنقدر نمسك مثلا فيرتكس زي الكام فيرتكس دول، سوري يجي من الليفت كده، ونمسك الكام فيرتكس اللي جوه البوكس ونعمل لها اتاش تو ريجيد بودي. والاتاش تو ريجيد بودي هعمل بيك للريجيد بودي بتاعي. ونفس الكلام هنمسك الكام نقطه اللي جوه السفير اهم، واعمل لهم اتاش تو ريجيد بودي، وامسك الجزء ده واعمل بيك للريجيد بودي بتاعي. تمام، طبعا ممكن اعمل تشيك على دونت افكت ريجيد بودي بحيث ان الريجيد بودي ياخد حركته وما يتاثرش بالحبل، بس انا مش هعملها. نعمل بريفيو انيميشن ونعمل بلاي. تمام، ما اتمسكتش في البوكس بتاعي، ما مسكتش في البوكس بتاعي، مفيش مشكلة. انا محتاج بس ان البوكس بتاعي يخترق الحبل اكتر، و الكونسترين ده نمسحه نعمله من جديد، ناخد الثلاث نقط دول او ممكن ناخد نقطة من بره كمان، ونتاتش تو ريجيد بودي الجزء ده ونبيك الاوبجكت بتاعي هو البوكس. سيميليت بلاي، تبقى حاجه بالمنظر ده. ادي الحبل بتاعك اهو، ممكن رايت كليك كده اشده. طبعا هو معلش عشان الحركه كانت جامده فحصلت المشكله دي، بس لو حركه بسيطه مثلا او يعني حركه مش مفاجاه يعني، اهو بشد الحبل، الحبل بيتحرك معايا بالمنظر ده. تمام، بس برضه نفس الحركه معلش. فممكن مثلا اوكي، ممكن ببساطه نمسك ده ونكبره كده قوي. تعالى نعمل كرييت للانيميشن، بس نخلي الانيميشن بتاعتي تبقى طولها 300، ونخلي التايم بتاعي يبقى 300. كرييت الانيميشن،
هنعمل بلاي كده. انا كنت المفروض اطول ده اكتر، انا كنت عايزه يخبط فيه بس فيرد يعني. فا اوكي، ونعمل كريت الانيميشن من جديد. نروح الاول كده نعمل بلاي، الجسم خبط في الارض دي وبيتعامل ان هو حبل. اقدر امسك اللاين بتاعي ده واقدر انزل تحت كده. اوكي يس، واجي والله اقول له اللي احنا عايزين نعمل انيبل ان ريندر وان فيو بورت، ونرجع تاني للرياكت ونعمل بلاي من جديد. كده احنا خلصنا كلام او مقدمة على الروب. تعال نشوف تول جديدة معايا في الرياكتور، حاجة اسمها الفراكشر. الفراكشر بيديك امكانية ان انت تقدر تتعامل مع كذا جسم ان هما جسم واحد، والكذا جسم اللي هما هنتعامل معاهم كجسم واحد ممكن يتكسروا. بمعنى ايه؟ بمعنى سين انا عايز اعمل سيميليشن لمراية مثلا او الحيطة، الحيطة دي مفروض صلبة او المراية دي صلبة، ولو جه جسم بقوة معينة ممكن يكسرها ويفتتها لجزيئات صغيرة. هتقولي ما احنا كنا بنعمل الحيطة دي زمان بالكاريجيت بادي، ولما ونعملهم ان اكتف ولما جسم يخبطهم بيتكسروا. بس الحيطة اللي انا كنت بعملها كان اكتف ما بقدرش ادخلها معايا في الرياكتور غير لما جسمي يخبطها تبدأ ترياكت. لكن لو انا كنت عايزها جسم عادي جدا صلب، بس لو اتأثرت قوة معينة تكسره، يبقى مش هقدر استخدم الريجيد بادي العادي، واستخدم لازم استخدم الفراكشر معايا. فتعالوا نشوف المثال ده اللي هنتعامل معاه. هنمسك كل الاجسام دي عندي. معلش سوري انا ناسي ده. هنمسك كل الاجسام دي اللي هي عباره عن ارض وشويه طوب كده كتير او شويه بوكسات وسفير، ونحطهم كريجيد بادي. جميل. الطوب ده مبدئيا انا هخلي كل واحده منهم ليها ماس معينه، وهخلي فريكشن اللي بينهم قليل بحيث ان هم ما يبقاش في احتكاك بينهم وبين بعض، فممكن واحده تقع لوحدها ولا حاجه، هخليه 3 من 100. تمام. والكوره دي هخليها بتتحرك من 0 لحد 10 بسرعه معينه، واخلي نهايه الحركه بتاعتها لينير. التلاتة كده خليها لينير، وهبدأ سيميليشن بتاعي من الفريم رقم 10. جميل جدا. لو جيت عملت سيميليت كده عادي، عملت بلاي، سوري عملت بلاي، هتلاقي ان ايه كل الاجسام وقعت. تمام. وخلي بالك انا رافع كل الاجسام فوق البلين بشوية. تعال بقى نشوف تأثير الفراكشر ايه. يعني دلوقتي نفتكر بس تأثير الريجيد بادي العادي اهو. مبدئيا اول ما الكوره، اول ما عملت بلاي، دول مش معمولين اكتف، دول عاديين، فالكوره لمستهم وكله وقع بتاثير الجاذبيه ان هو وقع على البلين. جميل. لكن لو انا جيت مثلا، جيت كده مسكت دول كلهم وجيت ضفت فراكشر عليهم، اوتوماتيك كلهم بيتضافوا عندي هنا اهو. لو جينا من الموديفاي هنلاقي ان البيسز القطع كلها هي اتضافت عندي، لان كنا عاملهم سيلكشن. دي مش ادفانس كونسترين، فمش محتاجين سولفر ولا حاجه. وتعالى كده نجرب نعمل بلاي. نعمل بلاي كده هنلاقي ايه، كلهم جسم صلب ومفيش ولا واحده منهم اتكسرت. جميل. لما نيجي نمسك البوكسات دي، انا اقدر اتعامل مع كل بوكس على حده. اقول والله ان البوكس ده، تعالى كده نروح عند سوري، تعالى نمسك الفراكشر تاني، وتعالى نمسك بوكس 1 مثلا. اوتوماتيك هو بيعمله سيلكشن. يعني بوكس 1 دلوقتي لما امسك بوكس 1، بوكس 1 اهو تحت، لما اجي امسك بوكس 2 هيمسك لي بوكس 2، هيعمل لي لايت عليه كده او هيعمله سيلكتد ويسيبه. تمام. وهكذا كل واحد من دول اقدر اقول والله هو هيبقى نورمال. نورمال معناها ان لما تاثر قوه معينه محطوطه ان هو الامبلس بتاعها او الدفعه بتاعتها كذا والفلوستي بتاعتها او السرعه بتاعتها كذا، هيحصل فقدان في الطاقه بالشكل الفلاني للجسم المؤثر عليا، وممكن اتكسر لو القوه وصلت للمنظر ده. ده لو انا اخترتها نورمال. لو اخترتها unbreakable معناها ان هي عمرها ما تتكسر. فخلي بالك ان انا كنت مختار كل الاجسام دي، كل الاجسام دي لو دوت شيفت كده وعملت سيلكت ليهم كلهم، هتلاقيهم كلهم unbreakable. فعشان كده لما جينا عملنا سيميليت لقينا ان البتاع ده كله اتخبط معايا بالمنظر ده. فتعال تعال نمسكهم كلهم نخليهم كلهم نورمال. هدوس شيفت وسيلكت اول واخلي كله نورمال. يبقى لو اثرت القوه الفلانيه سواء امبلس او فلوستي، على حسب ما انت هتختار الامبلس بتاعتك عامله ازاي او الفلوستي، هيحصل بروكن، هتتكسر. فتعال نعمل سيميوليت كده.
هنلاقي ايه؟ هنلاقي ان الجسم بتاعي اتفكك، جزء منه اتكسر وجزء فضل لانه ما اتأثرش عليه بالقوة، لان البيسز دول هم اللي اتأثرت عليهم القوة بتاعة الكورة، عكس ما كنت بستخدم الريجيد بادي كان بيبهدل الدنيا كلها. طيب تعالى كده نمسكهم كلهم تاني، معلش، تمام، ونخليهم اقول لك انا نعمل حاجة ظريفة، ممكن مثلا نعلق واحدة منهم بس كده، كورة واحدة، جسم واحد، البوكس ده بهنج، تمام، يبقى هعمل كريت الهنج كده واخلي التشايلد بتاعي هو الجسم نفسه، تمام، وبعد كده اخليه مربوط لفوق في الروتيت اهي، واعمل دي 90 درجة، تمام. وتعالى نمسك تاني الفراكشر بتاعي، وتعالى نمسك كل البوكسز ونخليها unbroken. تعالى كده نعمل بلاي، هو دلوقتي اتكسر الهنج بتاعي، تمام، لان الهنج بتاعي اتكسر من القوة بتاعة الدفع بتاعه. طيب مبدئيا انا هشيل الكرة دي، الكرة دي هطلعها من الريجيد بودي، السفير دي فين؟ سفير سفير، تمام، اهي هعملها ديليت كده مش معايا. تعال نعمل سيموليت، هنلاقي ان الجسم بتاعي متثبت ما وقعش على الارض، ليه؟ لاني واحده بس منهم مربوطه بالهنج، صح؟ سوري سوري سوري، انا اسف، الهنج اساسا مش بتاثر في حاجه، لان الهنج مش محطوط لها السولفر بتاعها، نحط لها السولفر بس ونشوف كده. نعمل نعمل بيك ريجيد بودي، نعمل سيموليت بلاي، احرك كده هتلاقي ان هي ايه، مربوط واحد بس، مربوط الجسم كله مربوط، ليه؟ لان الجسم كل البيسز بتاعته unbreakable، ما ينفعش يتكسر، جميل قوي. طيب تعالى نخليهم كلهم نورمال، تعالى نعمل سيموليت بلاي، هبدا احرك، مفيش قوه اكبر من اللي احنا محددينها اثرت عليا. طب تعالى نرجع الكوره معايا تاني في الريجيد بودي، تعالى نسيموليت كده، كل الجسم مربوط كانه مربوط بالهنج، واللي اتاثر عليهم بالفورس المعينه هم اللي وقعوا، تمام. وطبعا عشان احنا ناسيين بس السولفر بتاعنا ان هو الثري شولد بتاعه ب 10، فعشان كده واقف وقفه غريبه كده، لكن الطبيعي ان هو هيقف بالتدريج يعني. تمام زي الفل. تعال بقى نكمل كلام، همسك تاني الفراكشر بتاعي، وتعال نشوف مثلا انا والله تعال نعرف بس اسم البوكس اللي بيتخبط ده، بوكس 18 واللي تحته 13، يبقى 18 و13، همسك البوكس رقم 13 و18 وهخليهم حاجه اسمها ايه، كيستون، وهنعرف ايه هي الكيستون دي دلوقتي. الكيستون دي يا جماعه معناها اني لو البوكس اللي انا خليته كيستون ده، او البيسز اللي خليتهم كيستون، لو اتكسرت كل الباقي اتكسر. تعالى كده نشوف، معناها ان دي هي الكي، هي البيس الكي اللي عندي، لو اتكسرت كله هيفك، كل البوكس اتفكت بالمنظر ده، معاها طبعا متعلقه بالهنج كونسترين، جميل قوي. طيب تعالى نعمل ايه، نمسح الكوره دي، مش عايزينها في حاجه خلاص، وتعالى نخلي البوكس رقم 6 اللي هو ده اللي علم عندي دلوقتي، هخليه بريك ات، هيتكسر في الفريم رقم 20 مثلا، او ممكن اجري السلايدر واقول والله مثلا هنا، واروح اقول له ناو، فهو اوتوماتيك يعرف انهي اسمها ايه دي، انهي فريم، ويعمل ان هو يتكسر عنده. فتعال كده نبص، هنلاقي عندي فريم رقم 20، هو ممكن عشان بس اوكي ممكن نخليهم جروب بس، عشان ممكن لما هي جت تقع سند على تحتها فما وقعتش يعني. فتعالى نمسك كده ونعرف بس دي كام، 11 و16 و21 و5، يبقى 5 و11 و16 و21، 5 نخليها كيستون، وكام كانت 11 تقريبا، نخليها بريكابل ات 19، نخليهم كلهم في نفس الفريم، و5 نرجعها، انا اسف، نرجعها بريك ات تايم 19، 21 نخليها بريك ات 19. تعال كده نعمل سيموليت بلاي، هتلاقي ان هما اتفكوا عند الفريم اللي انت حددته. فدلوقتي انا اقدر اقول ان هما يتفكوا نورمال بتأثير قوة معينة،
unbreakable ما يتكسروش ابدا. keystone يبقى لو اتكسرت بالقوة اللي انا محددها تحت كل الباقي يتكسر. break at time يبقى احدد وقت معين يتكسروا عنده. كده احنا اخدنا فكرة عن ال properties بتاعت الفراكشر نفسها. تمام، تعالى كده نشوف المثال اللي جاي ازاي نعمل جسم بقى بجد ويتكسر بتأثير قوة ويكون واقعي شوية عن كده. تعالى نشوف المثال ده يا جماعة. المثال ده ببساطة عندي كاركتر، الكاركتر ده مفروض بيتضرب كأنه بيتضرب مثلا، فبيرجع وبيخبط في الجسم. تعالى كده نعمل بلاي. طيب انا عايز برضو، معلش انا عايز الكاركتر بتاعي يقرب شوية، فممكن اوكي امسك اي بون فيه واجي هنا اهو، اجي من الموف اول نودز واجي ارجعه في الواي شوية، ممكن انزله شوية في الزي. تمام، فجسم زي كده لما يجي يتخبط بيخبط كله في الجسم بتاعي. انا عايز لما يتخبط، احنا ممكن برضو نجيبه شوية كده ونقفل المود ده. انا عايز لما يتخبط يكسر الجسم ده كأنه مراية مثلا وراه فاتكسرت. فمبدئيا انا عندي البوكس ده انا عايز اقسمه، انا مكتر السيجمنت عشان لما ابدا اقطع فيه يبقى معايا سيجمنت سايد. فرايت كليك كده واعمل انهايد اول، وهتلاقيني عملت ايه، عملت رسمت لاين كده. اللاين ده عشان هرسم بيه كانها الكسره مثلا، وكملته وعملت له اكسترود وعملت نسخ منه كتير فوق وشماله وتحته بشكل عشوائي، عملت نسختين وكررتهم بحيث يبقى الشكل بتاعي عشوائي، وعملت اتاتش للكولومز واتاتش للروز بحيث ان ده يبقى جسم لوحده ويبقى ده جسم لوحده. وهاجي اعمل ايه، امسك الاوبجكت الاساسي بتاعي وهاجي من كومباوند اوبجكت بوليان، واجي اقول والله ان انا هطرح ايه اللي انا ماسكه في ايديا من بي اللي انا هعمله بيك، وهعمل بيك. بس قبل ما اعمل بيك خلي بالك انت هتحتاج الشيب ده تاني، فهخليه ان هو الاوبران نفسه اللي اختاره يعمل، يعني يتعامل مع نسخه منه ويخلي الاصل. فانا مختار كاب، هعمل بيك كده، فهو كده قطع دوله بس خلى نسخه من دي. طيب جميل. في نفس الوقت هعمل رايت كليك كده و سوري، همسك الجزء ده كده، ده جزء لوحده اهو، هرايت كليك عليه واقول له ان انا عايز اخد منك نسخه. هو معلش المنيو عندي رايحه، بس في حاجه اسمها كلون هدوس عليها واخد نسخه. بقى عندي اتنين من ده، النسخه دي هعمل ايه، اقول له لا انا مش عايز اطرحهم من بعض، انا عايز اعمل انترسكشن بينهم. فيبقى عندي ايه يا جماعه، هيبقى عندي لو مسكت ده ومسكت ده وعملت هايت سيلكشن سوري، هتلاقي ان انا عندي بقى في نسخه كده وفي نسخه مكمله ليها. جميل جدا، كنترول زد عشان نرجع انهايت. تمام، همسك اول نسخه وهرايت كليك كده واقول له خليك والله الدبل بولي او مش وات ايفر يعني، عشان يتعامل معاه في البوليان تاني، واقول له بوليان واقول له بيك اوبراند واقول له اطرح اللي بالعرض بقى. حلو قوي، يبقى انا كده معايا الجزء اللي بالعرض ده مطروح. طيب رايت كليك واروح اقول له عايز نسخه، والنسخه دي هتبقى انترسكشن. حلو جدا، يبقى انا عندي ده وعندي المكمل لينا. طيب فاضل الاجسام اللي في النص دي تقطع بالعرض برضو، رايت كليك واخليه التابل بولي، واجي والله بوليان واعمل بيك واختار اللي بالعرض، فكده اقطعهم بالعرض. وهرايت كليك على نفس الجسم اخد نسخه واخلي التعامل معايا انترسكشن التقاطع، فيبقى كده انا ممكن اشيل دي كده على جنب ودي على جنب، يبقى معايا صف كده وصف كده، وفي نفس الوقت في صف كده وفي صف كده. جميل جدا، دول ما لهمش لازمه خلاص نمسحهم. انا عايز اخلي كل واحده من اللي انا كسرتهم دول تبقى بيس لوحدها، تبقى قطعه لوحدها. مبدئيا انا ادي التايمر ورا عشان اقدر اتعامل معاهم. جميل، انا معايا دول كلهم كده، عايز كل واحده كل شخبطه من دول تبقى بيس، بحيث ان انا لما اجي اخليهم في الفريكشر بتاعي يتكسروا كل واحده لوحدها. همسك كل صف من دول، رايت كليك كده اخليه اتابل مش، عشان الكلام ده مش موجود غير في المش، وامسك الاليمنت كلها كنترول ايه بحيث انا سيلكت كل الاليمنت، وهلاقي ان انا عندي في حاجه اسمها ايه، حاجه اسمها اكسبلود. اكسبلود دي بتعمل ايه يا جماعه، بتقسم الاليمنتس او البوليجونز على حسب ايه، على حسب الانجل دي. لو الايدجز مختلفه مع بعض بالثري شولدر انت حاطه هنا اهو، الزوايا اللي محطوط اللي بينهم اكتر من دول، فبيقسمهم كاجزاء لوحدها. فاحنا هنستخدم رقم 180 او زاويه 180 نعمل اكسبلود ونقسمهم لاوبجكتس. اوكي،
هيبقى اسمهم اوبجكت يعني الجداد، فهتلاقي ان كل قطعه بقت لايه؟ سوري بقت، هو دي كانت معاها مين؟ كان معاها اللي تحتهم دول، كل قطعه بقت لوحدها. جميل. امسك دوله نفس الكلام، رايت كليك الدبل مش element control A، فين explode، explode explode explode، ايوه تمام اوكي. يبقى كده معايا ده ومعايا ده، فاضل لي ايه؟ فاضل لي دول، رايت كليك الدبل بولي سوري الدبل مش control A للelements ونعمل explode. اوكي كده، وفاضل لي ده رايت كليك هنا اهو الدبل بولي وكنترول ايه للاليمنتس، وهقول له سوري انا عايز مش، معلش انا اسف، ونخليها اكسبلود، يبقى كده اقسمهم لاجسام. فكده انا معايا كله متقسم لقطع، مفيش ولا صف كامل زي ما احنا شايفين. تمام، اقدر دلوقتي اعمل كده، اسلكت كل دول اضيفهم معايا كريجيت بادي، وكل دول برضو اخلي الفريكشن بتاعهم قليل قوي 1 من 100، ونديلهم ماس 1 من 10 مثلا، ونخليهم كونكيف مش عشان الاشكال عشوائية برضو. تمام، ونضيف لهم مين؟ نضيف لهم الفراكشر بتاعي، اوتوماتيك هياخدهم كلهم معاه. جميل جدا. اروح انا اعمل لي بلين هنا اهو، والله البلين ده ممكن ننزله شوية لتحت بس. جميل. وتعالى معلش الجهاز تقل طبعا بعد ما الفراكشر اخدهم كلهم معايا، وتعالى نضيف ده كريجيت بودي اد، ونضيف البلين بتاعي، وتعالى نعمل نقلل بس التولرنس، اتاكد ان هو قليل اقل حاجه. تمام، وتعالى نعمل سيميوليت كده. ريجيد بودي از نوت ان اني كولكشن، انهي ده بقى 22، يبقى فيه اجسام مش معايا. اوكي، في الريجيد بودي، يبقى الريجيد بودي اهو نرجع له ونقول له اد، ونشوف ايه اللي مش معانا. دول ما نضيفوش. تمام، هنضيفهم. سيميوليت بيقول لي كونفكس. اوكي خلاص يا عم ما تزعلش نفسك، نخليهم كلهم كونكيف للتسهيل، مع انه المفروض يبقوا كونفكس اساسا. سوري نخليهم كلهم كونفكس مش كونكيف برضو. كونفكس اوبجكت، لو انت عايز ايه كونكيف، يبقى في حاجات انا مش ماسكها مثلا. هل في اجسام انا مش ماسكها معايا؟ بيقول لي اوبجكت 166 اوبجكت 168. اوكي تعال نشوف مين هم دول. 166 ممكن ناخد بس الاسم و select by name object 166 زي عشان اعرف هو مين. بس ده حتة بين اتنين object ممكن نمسحها يعني، رايح نفسنا يعني. تعال كان سيميوليت هيقول لي object 168، يبقى select by name 168 زي عشان نزوم عليها، هتلاقي ان هي خط صغير فوق. ماشي، نرجع بقى نخليهم كلهم كونكيف، وتعالى نعمل سيميوليت كده. تمام، بلاي بس وقعت، هعمل ابديت ماكس عشان تنزل بس على المستوى بتاعها. هخليهم كلهم نورمال بحيث ان لما تأثر فورس معينة يتعاملوا معاها، وهبص على مين اللي ممكن بيلمسها من جسم البايبت بتاعي. هلاقي النص الفوقاني الرجلين مش بتخترقها تقريبا، يعني دوس اف 4 بس للتخفيف كده. الرجلين مش بتتعامل، بس هو النص الفوقاني يعتبر اغلبه بيتعامل،
فانا ببساطة كده اقدر اسلكت كل دول عايز اضيفهم بقى عندي. طيب بيك بقى وخلاص، الايد دي مش بتدخل معايا يعني، خلاص كده زي الفل. ونخلي دول كلهم ايه بقى، ان ييلدنج، وممكن ندي لهم كتله حتى لو ما اعرفش هي بتتحسب معايا ولا لا في الان ييلدنج، بس نديهم حتى كتله نخليها 8 ماشي. تعال كده نسيميليت ونشوف. بلاي القوه، مش القوه ما كسرتش البيس بتاعتي. طيب خلاص انا ممكن ببساطة اخليها حاجة كده بسيطة قوي تجيبها الارض يعني. فنقول والله كل دول انا عايزهم تأثر عليهم فيلوستي 2، حاجة كده اللي هي تافهة، اي حاجة تجيبها الارض. تعال كده نشوف. طبعا السيميليشن تقيل قوي فهو هنك، فانا قفلت السيميليشن وكمان ضفت حاجه ان انا علقت الجسم ده بهنج وعلقت الجسم ده بهنج بحيث ان هما يثبتوا معايا. فيبقى في حاجه ماسكه الجسم، لما الجسم الكاركتر يخبط في البلين بتاعي ما يبقاش ما فيش حاجه ماسكاه فكله يقع، لا انا مسكته من اطرافه عشان احافظ عليه. وخليت في الفراكشر خليت الفيلوسيتي 50 عشان برضو ما تبقاش اي سرعه كده يعني، ده بعد كام تجربه كده يعني ما تبقاش اي خبطه تجيبه كل الارض، تبقى خبطه بسيطه. تعال كده نحرك، هنلاقي ان الكاركتر بتاعي اول ما بدا يخبط تكسر جزء وباقي الاجزاء لسه محافظه على نفسها. تعال كده نعمل بلاي. تعال نتكلم بقى على الموضوع الثالث وهو الريش دول. في الايكون دي ممكن تظبط انت بايديك بقى، تبدا تحط ان دلوقتي عايز الكاركتر بتاعك ده يدخل في رياكتور بحيث ان هو يعمل رياكشن يعني، مش يبقى مش بياخد الحركه بتاعته جاهزه ان ييلدنج. فعشان الانك بين العظم وبعضه هستخدم الريج دول. وفي حاجه انا طبعا يعني الموضوع ده مش هدخل فيه عشان الوقت برضو، لان احنا اتفقنا ان الكورس مش خاص بالرياكتور بس، فاحنا يعتبر اخدنا اغلب الحاجات. ففي حاجه يوتيليتي جاهزه كده هو بيظبطهم اوتوماتيك، اليوتيليتي دي في 2011، انا دلوقتي شغال على ماكس 2011، هي ما مش نازله في الايكونز دول ولا في اليوتيليتيز الخاصه هنا. فانا ممكن ببساطه باجي هنا في الجزء بتاع الماكس سكريبت الجزء الصغير الاحمر من تحت ده، وبنده الفانكشن الخاصه باليوتيليتي دي اسمها ار سي تي ميك ريج او ريج دول ويو اي اللي يخسر يوتيليتيز. كنترول سي هاخدها معايا واجي احطها تحت هنا خالص، حطها دوس انتر، تطلع لي حاجه بالمنظر ده. هو اوتوماتيك بيديتكت الكاركتر اللي عنده، بختار البونز اللي في النص اللي هي البون الاساسيه اللي هي اسمها بايب 01. خلي بالك من الاسم مهم جدا، لان لو الاسم ما يناسبش الماكس سكريبت يعني من الاسامي اللي ما ينفعش الماكس سكريبت يعملها كفاريبل هيديك ايرور، فهتحتاج انك تعمل رينيم للاسامي. المهم في الاخر اقوله كونسترين هيومانويد. تمام، اوتوماتيك هو بيظبط كل حاجه، عمل لي ريجيد بودي اهو في العظم بتاعي، وعمل لي السولفر لان الريج دول ده في الادفانسد، فعمل السولفر وظبط هو كل الحاجات اللي بتلنك العظم ببعضه. تمام، جزء منها الـ بالهنج وجزء منها بالريج دول. المهم يعني دلوقتي انا لو جيت عملت سيميليت كده، او تعالى بس قبل ما اعمل سيميليت تعالى بس نحط بلين كده، خلي البلين ده تحت شوية وهضيفه معايا في الريجيد بودي واجي اضيف البلين بتاعي كده. هعمل سيميليت كده هلاقي ان الكاركتر بتاعي اهو او العظم بتاعه يعني، هعمل بلاي هتلاقي ان هو بيحصل له بيدخل معايا في الرياكتور وبيتعامل معايا بالرياكتور. اه انا ممكن امسك الرجل دي مثلا واشوف الرياكشن بتاعي عامل ازاي، امسك الراس مثلا وشوف الرياكشن بتاعه عامل ازاي، زي الاندورفين بالظبط يا جماعه. بس الفرق بينه وبين الاندورفين ان الاندورفين احسن، هو بيديني بيهيفيورز، ممكن يقول لي ان هو هيقع بالبيهيفيور الفلاني، لكن هنا مفيش الكلام ده. تعالى كده مثلا نختار كده ان احنا نتعامل مع البونز بس كفلتر، واختار كل البونز دي
والبونز دي هخليها انأكتف بحيث ان هي تستنى قوة تأثر عليها، ونديها كتلة 20 مثلا. وتعالى بس نخلي العظمة بتاعة الراس دي كتلتها اكبر شوية، نخليها 35. طيب تعالى كده نعمل جسم تاني، بايب تاني مثلا الفرونت كده. البايب التاني ده هحركه كده شوية، واجي اعمل لود لحركة مثلا ولتكن دي اللي هو بيضرب حد برجليه، بس هو مبدئيا الفايل تقيل، فممكن نمسك الكاركتر ده ونمسح المشي سموز من عليه من الفيس برضه عشان تبقى الدنيا اخف شوية. فهنلاقي ان الكاركتر ده بيضرب حد برجليك. تمام، همسك بون من الكاركترز ده واخد موف اول نود اول مود عشان احركه واظبط الحركه بتاعته، ونعمل روتيشن كده. تمام، ارجعه تاني. فكده الحركه هتيجي في وش الكاركتر بتاعي. تمام، انا مين اللي بيأثر معايا هنا؟ بيأثر معايا ده وده، هاخدهم unyielding في الريج في الريجيد بادي كوليكشن. هعمل بيك دي وهعمل بيك العظمه دي، همسك العظمه دي ودي واقول له والله انتوا الاثنين unyielding. وتعالى كده نعمل سيميوليت ونشوف. هدوس بلاي، هنلاقي الرجل بتضرب الكاركتر بالمنظر ده. يعني انا ممكن لو عملت كريت للانيميشن كده تعالى كده نعمل هايد للبونز كلها، نعمل بلاي كاركتر هو واقف وبعد كده بيتضرب. طبعا انت ممكن تاخد الجزء بتاع الحركة بتاعة الضرب دي بس، تمام، وتاخدها في فايل بيب وتظبطها في الميكسر، او ممكن تلوت حركة معينة لحد قبل ما يتضرب وبعد كده تخليه يدخل في الرياكتور بحيث انه ميبقاش واقف كده مستني الضربة يعني. تمام، فكده دي الفكرة البسيطة بتاعت الريج دول. طبعا ممكن اخليه يحتك باجسام تاني، احط حيطة تتكسر وراه، مراية، قماش، وهكذا. هيتبقى لنا اخر حاجة في الرياكتور وهي الووتر، وانا خليتها في الاخر عشان بعد ما ناخدها نحاول نطبق اكزامبل كده كبير شوية في الرياكتور، نلم بيه شوية حاجات كتير مع بعض. تعالى كده نشوف، نعمل نيو. تعالى كده نشوف اخر حاجة عندي في الرياكتور وهي الووتر. تعالى كده نعمل بوكس. البوكس ده نحط له سيجمنت تلاتة هنا وتلاتة هنا، ورايت كليك او من هنا ونخلص انت بالبولي، وامسك الايدج ده واقول له لوب. انا عايز اعمل زي حوض كده وفي ميه او حاجه كده وجواها ميه، فايه بوسع لنفسي كده. تمام، وهمسك البوليجون دي واعمل لها اكسترود ودخلها لجوه حاجه بالمنظر ده. والجسم بتاعي ده امسكه واخليه الميز بتاعته بزيرو عشان ما يقعش، واخليه يكون كيف لانه لو عديت خط هيقطع اكتر من نقطتين. وتعالى نعمل بوكس كده دكتور. البوكس ده نرفعه لفوق كده، نقلل الهايت بتاعه شويه ونقلب السيجمنتس عشان ملهاش لازمه، هتقف السيميليشن ونديله كتله مثلا تقل. تمام، الاثنين دول هاخدهم كريجيت بادي، نكبر بس يبقى شويه. تعال نعمل سيميليت كده، هنلاقي البوكس بتاعي بيقع جوه الحوض او الطبق او الجسم المفار المفتوح. تمام، تعال كده بس نعمل سيف للشغل بتاعنا بس عشان لو هنج ولا حاجه ما نعدش الكلام. اوكي، وتعالى عايزين نعمل ميه، عايزين نعمل ميه. ففي عندي اوبجكت في البار بتاع الرياكتور اسمه ووتر، هعمله سيلكت وهفتح السناب. السناب بتاعتي هخليها تشتغل مع الفيرتسيز عشان يبقى على قد مقاس البوكس بتاعي بالظبط. افتح السناب اوتوماتيك، هتلاقي ان هو بيساعدني ان انا ارسم مع الاجزاء بتاعت مع اي فيرتكس يقابل. جميل، نقفل السناب على كده. وتعالى كده بالموف تول ننزل الجزء بتاع الميه تحت. تعالى نعمل سيميليت كده ونشوف، هلاقي ان الجسم بتاعي بينزل على سطح ميه. انزل ده كده برايت كليك، هتلاقي ان هو بيطلع تاني. فكده
السطح ده يمثل لي الميه بتاعتي. نقدر نفتح البارامترز بتاعته، هنلاقي ان انت تتحكم في السايز بتاعه اكس واي، السب ديفيجنز اللي هي التقسيمات دي في الاكس والواي، كل ما تزيد كل ما تديني جوده احسن، بس كل ما تقل معاك في الريندر. الويف سبيد، سرعه الموجه، المينيمم ريبل او الماكسيمم ريبل دي اللي هي اقل سرعه للموجه، اكتر سرعه للموجه او للتذبذب عموما، الدنستي الكثافه بتاعت الميه، الفيسكوستي اللزوجه بتاعت الميه. العب في البارامترز زي ما انت عايز، هديك تاثيرات مختلفه. وفي الدبث اللي هو العمق بتاع الميه، يعني انت رسبتها كده وهيتعامل معاها كسطح بس. تعال كده نخلي الدبث مثلا بزيرو، تعال كده نعمل سيميليت ونشوف كده كانه بيتعامل مع السطح بس. طيب مبدئيا طبعا احنا بس عشان نحس بالموضوع اكتر، نكتر ده نخليه 30، نكتر الكتله شويه عشان ايه ينزل لتحت، ونعمل بلاي فنزل بالمنظر ده. تمام، ممكن نخلي ان الراجل بتاعنا ده ليه ديبث، والديبث بتاعه هو الجزء ده من هنا لهنا. نقيسها ازاي؟ من هيلبر، ولا ان في عندي حاجه اسمها تيب، ونشد كده هيقول لي المقاس مثلا 36. اوكي، كنترول زي عشان امسحه، وتعالى نخلي الديبث بتاعي 36. تعالى نعمل سيميليت كده، المفروض هيسيميليت كاني السطح بتاعي الديبث بتاعه 36 باليونت ايا كانت هي، فاداني رياكشن غير لما كان بزيرو وهكذا. اللي انا عايز اتكلم عليه دلوقتي، تعالى مثلا نجرب نمسح ده، وتعالى كده نعمل سفير للتوب كده، نعمل ده كريت هنا ونخليها فوق هنا. السفير بتاعتي دي هحطها كريجيت بودي بيك، وهمسكها واخليها ان يلدنج، وتعالى بالاوتو كي كده عند الفريم ده نخلي السفير بتاعتي تمشي كده، وعند الفريم ده نخلي السفير بتاعتي تمشي كده، هتبقى حاجه مثلا بالمنظر ده. تمام، تعالى كده نعمل سيميليت ونشوف. يعني يمكن مش باينه، ممكن نبطئ الحركه نيجي كده، والله احنا عايزين نعمل سكيل الحركه بتاعتنا رقم 100. اوكي، ونرجع البار بتاعنا ل 100. تعالى كده نسيم دي، للاسف مش باينه هنا، بس هتبان لو عملت كده الانيميشن كده. شايف كأن في ايه؟ كأن في موجة على السطح بتاعك بالمنظر ده. ممكن لو كترنا الكتلة بتاعتك خلناها 50، تعالى كان كريت الانيميشن، تقريبا نفس التأثير. ماشي، نيجي هنا نخلي الويف سبيد بتاعتي 60، نخلي الدنستي بتاعتي اقل شوية نخليها نص، الفيلوسيتي نخليها نص. تعالى كده نكريت الانيميشن ونشوف الرياكشن مختلف شوية، الديبث نقلله شوية، و الماكسيمم نعليها. تعالى نشوف التأثير اختلف. طيب انا لو جيت هنا رجعت الانيميشن بتاعتي ريسكيل، احنا خلناها 500، يبقى نقسم على 5، يبقى فيها ال 20. تمام، ونرجع دي 100 تاني. المفروض الكرة بتاعتي الكي بتاعتي رجعت زي ما كانت. تعالى كده الحركة بقت سريعة شوية، فعملت موجة اكتر، حاجة بمنظر انت شايفه ده. تمام، طيب هتيجي تقول لي طب المدر، سوري، لما اجي اعمل ريندر هلاقي الجسم بتاعي مفيش اي حاجه هنا. عشان تعمل بقى يعني السطح ده مش 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 بيبان في الريندر، عشان تعمل حاجه زي كده او تخليه يبان في الريندر، تعال نشوف هنعمل ايه. ببساطه انا كل اللي عايز اعمله ان انا اعمل بلين، وعشان اتفقنا ان البلين تقسيمات ومربعات، فمش بيديني كسر كويسه او تكسيرات كويسه، فهستخدم نفس الفكره بتاعت الكلوز ان انا اقدر ارسم ريكتانجل. هو مش بنفس المقاس، المفروض يبقى بنفس المقاس، بس انا يعني للتسهيل يعني نخلي تابل سبلاين، ونمسك البريتسيز ونعمل بريك ليهم، ونضيف الجارمنت ميكر، و
مش هنضيف بقى الرياكتور الرياكتور كلود لان مفيش كلودنج هنا. كل هنعمله ان احنا عايزين نربط حركه الووتر اللي هي بتاعه الرياكتور سوري حركه الجسم بتاعي ده اللي هو اللي طالع اللي في ايدي دلوقتي بحركه الووتر بتاع الرياكتور. مش هعمل لينك، اللينك ده بيلنك في البوزيشن روتيشن وسكيلنج، لكن هعمل حاجه اسمها بند تو سبيس وارب. فهي كده اهو، وامسك ده واشده لده، فكده هو اوتوماتيك هياخد ايه؟ هياخد الحركه بتاعته من الجسم التاني. فبص كده هتلاقي زي في موجه عندك اهو بلاي، ولما نيجي نعمل ريندر هتلاقي ان الاوتبوت بتاعك ظاهر. جميل، تعالى بقى ايه سيبنا من الجزء ده ونشوف في حاجه احنا سيبناها، في حاجه احنا سيبناها في الموضوع قبل كده. تعالى نرسم يعني مبدئيا الكوره دي مش عايزها، وتعالى نرسم بالريكتانجل كده واحد تاني اهو ونطلعه لفوق ونحوله لتابل سبلاين ونمسك الفيرتيسيز كنترول اي بريك ونروح نحط جارمنت ميكر ونحط رياكتور كلوز ونضيف كلوز كوليكشن عليهم. تمام، وتعالى نعمل سيميليت كده بلاي، هنلاقي ان القماشه بتاعتي بتنزل لتحت اهي. تمام، كان في بارامتر سيبناه في الكلوز خاص بايه؟ بالتعامل مع الميه اللي هو الريل او الريال دينستي. الريال دينستي ده المفروض بيتعامل مع كثافه الجزيئات بتاعت الكلوز في التعامل مع الاجسام اللي ايه؟ اللي هي زي الميه كده في الرياكتور. فببساطه تعالى كان غير البارامتر نخليه 5 مثلا. تعالى كان نشوف ايه اللي هيحصل. هلاقي الجسم بتاعي قعد شويه ونزل. طيب تعالى نخليه كثافته اقل، 1 من 100 او 1 من 10. بلاي. طيب احنا ممكن برضو عشان نحس الموضوع نمسك الووتر نفسها نرجع كل حاجة للديفولت. تعالى نعمل بلاي كده ب1 من 10، هنلاقي ان الجسم استنى شوية كثافته قليلة فايه نزل. طيب تعالى نخلي الدينستي بتاعتي ب3، كثافته كده كترت فالمفروض هيغوص اسرع من المره اللي فاتت وهكذا. يبقى الريل دينستي دي بتتعامل مع الاجسام اللي هي ايه اللي زي الميه وبتبقى دي الكثافه، فكل ما تزيد كل ما هيغوص اكتر ككلوز يعني. تعالى كده مثلا نشوف مثال، المثال ده لا سوري احنا احنا سايبنا على المثال. اوكي ماشي، تعالى نمسح الكلوز مش عايزينه، نمسح البوكس مش عايزينه، نخلي ده اوكي معايا، ناخد ده وناخد ده وايه نكبرهم شويه كده. جميل، وننزلهم لتحت شويه، ده ما كبرش نكبره احنا بايدينا كده وده كده. طيب ماشي، نكتر شويه السب ديفيجن نخليها 30 في 30، وتعالى نعمل مش عايزين الكلوز في حاجه دلوقتي، والريجيد بودي مش عايزينه لما نحتاج له. وتعالى نعمل كاركتر من البايبت هنا، نعمل واحد هنا مثلا. الكاركتر بتاعي ده كل اللي هعمله هعمل ايه؟ همسك اي عظمه كده منه وهاجي هنا احط السكريبت بتاعي وهعمل هيومانويد، فاوتوماتيك هو بيظبط لي كل حاجه. لو عملت كده سيميليت عملت بلاي الجسم بتاعي بيقع في الميه صح؟ تمام. طيب احنا ممكن نخلي الفلتر بتاعنا نمسك البونز وادي كتلة للعظم بتاعي ونزود بس كتلة الراس بحيث ان يبقى الجسم واقعي شوية. سيميليت كده بلاي حاجة مثلا بالمنظر ده. تمام، طفى شوية على الجسم. ممكن ارجع تاني امسك الموضوع هنا وتعالى نمسك المايه دي ونخليها الدنستي بتاعتها نديها ديبث مثلا 10. سيميليت اوكي، ممكن نخلي الديبث اكبر شويه، نعمل سيميليت فهيقع بحاجه بمنظر. تمام خالص اوكي. تعالى
نعمل ايه كمان؟ نعمل بوكس كده، هو ده مثال كده نلم بيه كام حاجة كان ببعض، يعني نعمل بوكس كده صغير. البوكس ده اهو، ناخد نسخة منه هنا، ناخد الاتنين دول اهم. تمام، وناخد اخواتهم الاربعة دول او ايا كان عددهم، يعني ناخد منهم نسخة كده نخليها مثلا اربعة، وناخد واحدة كمان هنا، وناخد واحدة كمان هنا. جميل جدا. نمسك الاجسام دي كلها ونضيف لها ريجيد بادي. طب هتقولي في اتنين ريجيد بادي، في واحد مع الهيومانويد وواحد مع دول، مش مشكله هو هيتعامل مع الاثنين. تمام، ودول كلهم نضيف لهم كتله، الكتله نخليها بواحد، ونضيف لهم فراكشر. فين فراكشر؟ اهو. تمام، نخلي الموضوع بالامبالس مثلا، بالدفع، يعني ان هم يتكسروا كلهم نورمال ويتكسروا بال لو في قوه دفع اكتر من 10. جميل. نمسك البون دي ونضيف لها هينج كونسترين، نخلي التشايلد بتاعته هي سوري البوكس ده، ونمسك البوكس دوت ونضيف هينج اهو، نخلي التشايلد بتاعته هو البوكس ده، بحيث ان البوكس ده مربوط والجزء البوكس ده مربوط. ونمسك التو هينجز دول، الهينج ده والهينج ده، ونضيف لهم سولفر، لان دول ادفانسد كونسترينز. هتقولي في اتنين سولفر، في واحد مع الهيومانويد وواحد هنا هو، مش مشكله، واقول له الريجيد بادي بتاعك ده. تمام، تعالى كده نعمل سيميليشن نشوف. بلاي، خلاص قوته ما اثرتش على السطح، ماشي. يبقى الفراكشر نخلي الامبالس بتاعتي اقل. تقريبا هيكسر كده، ايوه. تمام، زي الفل. احنا محتاجين ايه بقى؟ محتاجين نتقل البوكسات عشان تغوص شويه في ايه؟ مع المايه. مش عايز ده، مش عايز ده، مش عايز ده، مش عايز ده. وهقول والله ان انا الكتله اخليها 5. تعالى كده نشوف. بلاي، الكتله خليته يثبت. طيب نقلل الامبالس نخليها ب2. تمام، بدأت توقع معايا بوكسات، والجسم بيقع معاهم. كلهم نزلوا في المايه بالمنظر ده. تعالى كده نعمل كريت للانيميشن بقى. خلاص الاول بس نخليها اكتر من 100، عشان يعني لو ما كفتش نخليها 200. وتعالى نكريت الانيميشن ونقول تشيك على ابديت فيو بورت عشان اشوف الانيميشن لو قدر، يعني هو لو كان تقيله مش بيوريك حاجه، غالبا مش هيورينا حاجه يعني. تمام، الانيميشن بتاعتي خلصت على كده. تعال نخلي التراك بتاعي لحد 200، وتعال نعمل بلاي. شوف بس كده، هل ممكن اقدر اعمل هايد للهيلبرز؟ تمام، ايوه. بس تعال كده نتفرج. بلاي، الجسم بتاعي بيقع بينزل في الميه بالمنظر ده. انا ممكن مثلا السطح بتاع الميه ده انزل بيه لتحت شويه، بحيث ان انا ابقى شايف ايه الاجسام وهي نازله. هل ممكن ينزل تحت الووتر مثلا شويه؟ امسك ده اعمله هايد. تعالى كده نعمل بلاي، هتلاقي الاجسام بتاعتك نزلت على الميه. طبعا يعني طبعا الموضوع برضو فرق ماتيريال، يعني ماتيريال لو حطيت ماتيريال ميه، طبعا دي مش ماتيريال ميه ولا حاجه، بس لو حطيت ماتيريال ميه مثلا، اخترت ووتر مثلا، تديك تأثير شوية. لو خليتها في ري طبعا هتبقى احسن. فدي فكرة بسيطة كده، ده مثال لامم كام حاجة مع بعض. وكده احنا خلصنا كلام على الرياكتور، وان شاء الله الفيديو اللي جاي نتكلم في موضوع جديد. والسلام عليكم.